فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس: لا حاجة لنا من دراسة مذاهب المعتزلة والجهمية ونحوهم لأنهم قد ذهبوا. نحن ندرسها لحاجتنا إليها، ندرسها لنعرفها من أجل أن نتجنبها ونحذر منها، وإلا الحمد لله لسنا بحاجة إليها. نحن يبقينا كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة، فنحن لا ندرسها لحاجتنا إليها، وإنما ندرسها لحاجتنا إلى معرفتها لئلا تروج على الناس، لأجل أن نحذر منها، لا سيما وأن لها دعاة يدعون إليها الآن، يطبعون كتب المعتزلة ويحققونها وينشرونها. فنحن إذا لم نعرف مذهبهم وشبهاتهم ربما تنطلي علينا وعلى جهالنا، فلا بد من هذا. ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم.